بك لطفي بن ساسي. لطفي بن ساسي يا لطفي. اليوم مش نحكي على هند صبري الممثلة القديرة التونسية. ممتازة البنية، بنتنا تعمل كيف؟ حلت شركة تعمل حوايج، خذت مصممة أزياء تونسية وتبيع في الحوايج على الانترنت، حوايج معناها دولوكس سينية واحد به. يا هند صبري ليش هتحربيت الكل؟ كلمة ساعة تحربيت هذه متلقى لها حتى مرادف في حتى لغة في العالم. تحربيت تعرف شنو تحربيت؟ هو عبد يبدا مربوط ومكبل وحده ويحاول ويفرفت ونهار كله يحاربت، مستحيل كان تلقى المرادف بتاعها. يا هند لواش تحربيت؟ هند لو كان استقنعت مثلا قعدت في تونس مريرة في العام بلكش تجيك فرصة باش تمثل في مسلسل في رمضان هاو به، ومن بعد يجي منتج يفكترك بمية مليون يقولك تو نعطيك 30 مليون، يعطيك 15 مليون تسبق الاخرين، يعطيهم لك شيكات، وبعد يقولك ما تصب الا ما تقولي، وبعد تولي تشكي بالك شي رمضان جاي يعاودوا عيطولك المسلسل الاخر. لا تبدا تحرقت ولاد الحلال في فيسبوك يسبوا فيك الاخر يقولك لا يا خويا هذه ما عادش نجيبوها، توليش مبنكة تخرج تعمل كاس تروح لين تمرض وتموت بالغزول، وبعد تولي طالبة من وزير الثقافة يعيشك هزني للمستشفى العسكري راني مريضة، بعد يهزوها للمستشفى العسكري وبعد تقول لهم بارك الله فيك سيد الوزير هذا في أحسن الحالات. إيش ملزك يهن صبري عاملة 50 فيلم ماخذة جوائز ودنيا لويه هذا الكل لويه فسقام لويه تحربيت ما مثلا كانت تنجم ساعة ساعة تعمل مسرحية ولا حاجة كان عندها شكو تو يبرمجوها في المهرجانات شنو 3 ولا 4 مهرجانات، مرة في سيدي بوزيد مرة في مدنين مرة في الكيف وتسلكها وتاخذ دعم. لويش تحربيت؟ لويش تشعبيت؟ ولا كصاب الرباعي مخلي بلاده ماشي لبنان وهو ستار اكاديمي مد وجه وقاعد لويه فاش قام تيراه ورا في تونس عروسات اموره واضحه كل شيء، حتى كي توفى العروسات شنو هي الحكايه الكل كي وخيان وشد البار وفرق الدعم فنانين الكل شادين البار توا هاني نعرفهم انا شد البار اشرب هكا وفات الحكايه كي العاده المستشفى العسكري وفات الحكايه لويه باهي. توا نتكلموا شويه بالجد، الفنان التونسي يلزم يفهم روحه اللي هو راه ما عادش عايش في تونس وين مال عايش في العالم هو عايش في العالم توا. قبل كانت تلفزة واحدة في تونس، حتى واحد يعمل غنية برود وسبيطار تولي سكسي بالصيف، تلفزة واحدة هذاك هو تتفرج فيه هو صباح وليل يولي سكسي، تعمل مسرحية هذيك هي تلفزة واحدة تك 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 تياترو واحد تك 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 توا بالعالم وندر شنو 50 بلاتفورم ونتفليكس وندر شنو معاد تونس ولات حتى الشاهد عمل بلاتفورم كلها دي بلاتفورم شنو شاهد بلاتفورم شرقية والله لا الشاهد رئيس الحكومة السابقة ايه يا ودي الشاهد بلاتفورم ريتك كنت جاي تقول له خمم سياسة والله يا كم بلاتفورم فيهم مسلسلات وتنتج والدنيا الكل الشاهد اي بيم في افلام كبيرة زادة وفيها استنوا واحدة حبيب السيد فنان الفنان التونسي يلزمه يفهم اللي يلزمه يخرج مش بشرطه جغرافيا على خاطر اليوم قلت لك بالانترنت وبالواحد نجم يخرج معنويا معناها يلزمه تشوف راي المارشي السوق التونسيه صغيره ياسر احنا 12 مليون في ناشي 3 ملايين اوت كومبليتمون 25% اميين هكذا قالوا الارقام وعزيز وشياب وصغار وكل ما مع شيء تجي باش تعمل التياتر وباش تخرج كتاب كنت تبيع 200 نسخه بوكبي ما فماش ما تنجمش اليوم تي نو با رونتابيليزي في تونس حاجه ثقافيه ما تنجمش تعيش منها نجم تعيش في العالم اما كيفاش تعيش في العالم لازمك تجازف فو بروندر لي ريسك تخرج قلت لك تخرج في مخك مش تخرج جغرافيا هاو عندنا برشا خرجوا لطفي بوشداقة وماشي جاي على مصر مثلا البلطي الراب نجم نحبه ولا ما نحبوش اللي يعمل فيها ما سن ناجح
على اليوتيوب عايش من اليوتيوب. ظافر عابدين خرج عايش في انجلترا. شو اسمه الحفيان احمد الحفيان عايش في ايطاليا يمثل واموره ماشيه وكل شيء. بخلاف ال 50,000 تونسي اللي تشجع في هجره الاذمره. تشجع لا تنجم تهاجر وانت لهنا البرودوي نتاعك هو اللي يمشي بلدي مثلا في تونس راهو بلدي. الفنان راهو ينفع تونس كي يخرج خير من اللي يقعد في تونس. ردوا بالكم هذه الحاجه اللي لازمنا نعرفوها. اليوم انت كي تخرج ظافر عابدين كان قاعد في تونس راهو ياكل في الشرومة كي العباد الكل وراهو يلحلح بالحق. تفهم احسن مني في الامور هذه. علاش ما يصوروش كليبات مثلا كيما تقول في عند راهم تو شوفهم يصوروا فيها. شكون باش يصور كليبات؟ شكون يصور لك كليب؟ هاك تونسي شكون اللي عنده فلوس من الفنانين بعد عامين كوفيد؟ اعطيني شكون؟ باستثناء زوز ثلاثه فما حتى حد. فماش كلها مرهونه في البنوك. نحكي لك حكايه فما عباد محكومه على النفقه ومحكومه باللوح. الفنانين الفنانين ايه الفنان التونسي باش عايش عايش بالعروسات. لا نعرف نعطيك معطيات رسميه. نعرفك تعرف ايه معطيات رسميه. لا حول ولا قوه الا بالله. اجا تو نهزك البار تشوف الفنانين وين ايه الفوتو هذه اعطيني شو هاشي مصر على البار اصبح يا فتاح ربي العمل عليك. دونك نطلب من الفنانين الكل باش يسويتشي ويبدلوا مخهم يخرجوا من تونس جغرافيا ولا معنويين ولا تحب. اخرج من تونس تنجح كان تقعد في تونس فنان لو برودوي نتاعك يولي انترناسيونال يولي انترناسيونال واضح ربي تستر.